السؤال الأول بيقول لي هنا إيه؟ choose the correct answer from those given، جايب لي choose 6 جمل choose، بيقول لي the number of solution of the first، خلي بالكو، first degree equation in two variable. حد انفينيتي فاهم؟ بمستر نمبر دي. لا أنا مش كده، إحنا خليك معايا بس من حاجة، الهدف دلوقتي النهارده مش انكم تحلوا، انا عايز اراجع المنهج معاكم. انت فاهمني يعني ايه؟ نفهم بس ماشي الحكايه. بقول لي دي فيرست ديجري، يعني ايه فيرست ديجري؟ لو عندي مثلا اكس بلس واي ايكوال 2، ده 1 يبقى فيرست ديجري، وكمان بقول لي 2 فاريبل يعني لازم فيها اكس واي وواي. طب انا هي مش محتاجه ان انا افسر، بس انا عايز افكركم. فبيقول لي ايه؟ ايه رايك لو قلنا الاكس ب1؟ احنا ممكن نعملها كده اهو، اكس ايكوال ها 2 نيجاتيف واي، لو حطينا الاكس ب1 الواي يطلع لها قيمه، لو غيرنا الاكس ب2 القيمه بتاعت الواي تتغير، لو يعني كل ما اغير قيمه اكس القيمه بتاعت الواي مالها؟ بتتغير. ما هما دول تو فاريبل فيرست ديجري، يبقى في الحاله دي ايه؟ انت قلت ايه يا ياسين؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ ها؟ لا الاجابه دي اما عدد، انا قلت لا دي، دي قلت خلاص دي انا. يبقى انا سمعتها غلط، يبقى برافو عليك، يبقى ان شفاي انفينيت اللي هي يعني ايه؟ عدد لا نهائي. وضحت؟ طب شوفوا المساله الثانيه. بيقول لي هنا A و B are two integers. Then A على B ratio. أنا ما يقول لي A over B ratio، دايما في الريشيو شرط إن ال B don't equal zero. فهو بيقول لي هنا إيه؟ الريشيو A over B إمتى تكون ريشيو؟ ما إحنا قلنا الشرط إحنا حافظينه، إن ال B، يبقى الإجابة نمبر B إن ال B don't بي equal نوت ايكوال zero. زيرو. ايه رايكم في الامتحان؟ اه والله ده امتحان القاهره، دي الاسئله بتاعت الامتحان. طب بص السؤال اللي بعده، ها ماشيين خطوه خطوه. اه تعالى كده، بقول لي هنا ايه ديت، تعالى اهي، A و B are two mutually exclusive. اسالكم سؤال الاجابه كلها في الكلمه دي، لحظه معايا يا جماعه، كلمه mutually exclusive يعني ايه؟ معنى قول يا ياسين معناها ايه؟ mutually exclusive. لا مين اللي بيخبط دون؟ ها يعني ايه يا جودي؟ يعني ايه يا مروان mutually exclusive event؟ محدش بيرد عليا، انتوا عارفين معناها ولا لا؟ mutually exclusive لما جيت شرحت لكم معناها ليس بالعربي كده، ليس بينهم علاقة. يعني ايه يا لو انا عندي كده مثلا ادي دايره كده، والدايره بعيده دي كده، دي فيها 1 و2 و3 ودي 4 و5، في علاقه بين الاثنين ولا بعاد عن بعض؟ هل الاثنين لا دول، بعدين بقى. هل دول ممكن يحصل لهم انترسكت؟ لا لا هم بعيد. فكلمه ميتيوال اكسكيوتيف معناها ليست بينهم علاقه. طب يبقى الايه انترسكت اي بي؟ ها ما دي معناها انترسكت اللي هو الايه يا جماعه، هل ممكن يتقاطعوا مع بعض؟ قول يا ياسين. ها لا مستتبه زير. تبقى زيرو يا جماعه، الايه انترسكت بي زيرو، مش هيتقاطعوا، لان هو بصوا الاجابه كلها فين؟ ميتيوالي اكسكيوتيف، ان الايه والبي ميتيوالي اكسكيوتيف، يبقى ما فيش علاقه، يبقى التقاطع بتاعهم زيرو، مش هيتم. معايا ولا لسه؟ برضو مش فاهمين، فاهمين كده؟ معايا مروان؟ اه يا مستر محدد. طب بص، طب بص بقى رقم 3، بقول لك الفراكشن 1 اوفر اكس ايكوال الفراكشن كام في دول؟ قال لك الاكس بشرط لا يساوي زيرو، هو بقول لك 1 اوفر اكس، هنمسك كل واحده، طب دي اكس ممكن اشيل الاكس مع واحده من دي، يعني كانها 1 اوفر ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ما هي 1 اوفر ايه؟
هي الاجابه نمبر ايه. طب نكمل، هل دي 1 اوفر اكس 2؟ هل ممكن اعمل لها سمبليفاي تبسيط؟ لا، يبقى ما تنفع. الاكس اوفر 2 لا، ده احنا عايزينها 1 اوفر اكس. طب دي اكس بلس على اكس برضو. ايه رايكم في الامتحان؟ إيه، انتوا شايفينه سهل ولا صعب؟ سهلة صدقني لو تمام. جبت، لو جبنا طالب في تانية ابتدائي هيقول لي، هيجاوب عليه. طيب مين فيكم بقى، انا سيبكم تحلوا ديت، مين فيكم يحل لي ديت؟ هو بيقول لي الروت بتاع 45 ايكوال الكي الروت 5. ايه ده، هو عايز يقول لي الكي دي بكام؟ ايه يا مستر، ها حد يفكر هنعمل ايه؟ حد عنده فكرة؟ ها حد عنده فكرة ولا ما عندكوش؟ طب لا، طب ردوا عليا، عارفها يا مروان؟ لا جودي. يا مستر، حضرتك حلها. طب بصوا معايا، ايه رايكم الروت 45 دي مش ممكن اقول بتساوي الروت 9 باي 5؟ هي 9 باي 5 بكام؟ ب 45، صح ولا لا؟ طب ايه رايكم يعني بتساوي ايه؟ ممكن ال 9 دي اخرجها بره الروت، تطلع بكام؟ ب 3 روت كام؟ روت 5. ايه ده يا مستر؟ ده 3 روت 5 وديت كي روت 5، يبقى الكي ايكوال 3. ها؟ لا، اللي مش فاهم يقول لي انا مش فاهم. احنا فهمنا عملنا ايه؟ هو بيقول لي ايوه يا مستر، الروت 45 بتساوي كي، فانا اعمل ايه؟ قلت ال 45 دي عباره عن 9 باي 5 وال 9 دي اخرجها بره، طلعت ب 3، طلعت 3. اكنه عايز يقول لي ايه؟ ان 3 الروت 5 بتساوي الكي ايكوال الكي روت 5. طب الروت 5 ايكوال 5، يبقى على طول الكي، يبقى الاجابه هنا بايه يا جماعه؟ ها، ب 3. ادي اول ثلاث اول 6 اسئله في الامتحان، يعني ما ياخدوش دقيقتين. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا فاين الار ار ذا سوليوشن اوف سيت، عايز السوليوشن اوف اكويشنز. خلي بالكم ديت معادله بسيطه وسهله. حد عارف احنا بنقول ايه دلوقتي ولا مش معايا انتوا؟ ها انتوا معايا ولا لا؟ انتوا فين؟ ها معاك يا مستر. هنعمل فيها ايه دي؟ هو مديني هنا، بصوا كده معايا، 2 اكس نيجاتيف واي ايكوال 2، دي المعادله الاولى، خليكم معايا. والمعادله الثانيه نحط الاكس تحت الاكس، ها، بلس 2 واي ايكوال 11. يا جماعه الموضوع بسيط وسهل ولا محتاج. يبقى دي المعادله رقم 2، انا ممكن احلهم عن طريق ايه يا جماعه؟ ها، يعني ممكن اجمعهم واطرحهم من بعض، بس دي اكس ودي 2 اكس. طب خلي بالكو دي نيجاتيف ودي بوزيتيف، اه ممكن، بس دي واي ودي 2 واي. ايه رايكم المعادله الاولى دي، دي الاولى دي نعمل لها باي 2. ال 2 في 2 اكس بكام؟ ها، ب 4 اكس. فوركس فوركس نيجاتيف 2 ايه؟ 2 واي ايكوال 2 في 2 بكام؟ فور ب 4. حط فور الثانيه تحتيها الاكس، بلس 2 واي ايكوال 11. انتوا معايا ولا مش معايا كده؟ هتبقى ايه بقى؟ ها، ال 2 واي نيجاتيف 2 واي هتروح مع البوزيتيف 2 واي، راحوا مع بعض. 4 اكس و اكس يبقى كام؟ 5 اكس ايكوال، دول مع بعض بكام؟ فايف اكس 15. اهي، يبقى الاكس بتساوي ايه؟ 15 على 5، يبقى الاكس بتساوي ايه؟ 3. خلصت؟ لا، هناخد الاكس، يبقى عندي الاكس بتساوي 3، نعوض في اي واحده من دول. يلا نعوض في مين؟ ها، في دي نشيل الاكس ونحط، يبقى 2 باي 3 نيجاتيف واي بتساوي 2. ديت يبقى 6 نيجاتيف واي بتساوي 2. هات الواي هنا الناحيه دي، وان هنا يبقى 6 نيجاتيف 2 بيبقى 4 ايكوال واي، يبقى الواي بتساوي ايه؟ قولوا معايا، الواي بتساوي 4. يبقى السوليوشن 6. ايه هو السوليوشن 6؟ قولوا لي. ها، السوليوشن 6 مستر عباره عن ال 3 مستر وال 4. نعم،
في غلطة، المفروض 6 نيجاتيف واي ايكوال 2، المفروض ان 6 هتروح بالبوزيتيف مش لا بالنيجاتيف، بصي معايا، انا سبت ال 6 هنا زي ما فهتبقى هي، ب 8. لحظه معايا، انا سبت ال 6 زي ما هي، الواي دي نيجاتيف وديتها الناحيه الثانيه بوزيتيف، وديت بوزيتيف جبتها بنيجاتيف، يبقى 6 نيجاتيف 2، يبقى مظبوط كده اللي انا عملته. ها انت في، لا ما تقوليش مش فاهماها، بص معايا بص معايا، انا قلت ايه هنا؟ 6 نيجاتيف واي بتساوي 2، كويس كده؟ ديت هنا نيجاتيف، وديها الناحيه التانيه تبقى بالايه؟ ها بالبوزيتيف، ودي بوزيتيف جيبها الناحيه دي تبقى بالني، يبقى 6 نيجاتيف 2، يبقى الفور بتساوي الواي، يبقى السوليوشن بقى هو عباره عن ايه؟ الاجابه بتاعتي زي ما لسه كاتب دلوقتي، ها الاجابه بتاعتي هنا اللي هي اس اس عباره عن ال 3 وال 4، خلصت. بالله عليكم دي مساله تيجي في امتحان يا جماعه صعبه؟ اللي هتيجي السبستيتيوشن بقى، ما تخافيش سامي، بس فهمنا عملنا ايه؟ عملنا بالحذف، نجمعهم على بعض او نطرحهم مع بعض. تعال طب مين يفكر لي في دي؟ ما هي دي من المسائل، كل ما هو ده امتحان القاهره، والمسائل دي بتتكرر في نفس المحافظات، وهنشوف اول معلومه هنا بيقول لي ايه، هو عايز الاكس، بيقول لي ولا حاجه، اول ما نلاقي كلمه ديفايد نحولها الى ايه يا جماعه؟ ها الى ايه؟ الى باي، واللي بعدها نعمل ايه؟ اللي تحت يطلع فوق، واللي فوق ينزل ايه؟ يبقى هنا هنقول الاكس بلس 1، واللي فوق هنا ايه؟ اكس باور 2 نيجاتيف 4 اكس نيجاتيف 5، ودي تنزل زي ما هي اهي، اكس باور 2 نيجاتيف 25 على 2 اكس بلس 10. هنعمل ايه بعد كده الخطوه دي؟ احنا كل اللي عملناه شلنا الديفايد وعملناها ايه؟ قولوا معايا باي، وده اللي تحت فوق واللي فوق تحت. فيها مشكلة؟ قولوا معايا في مشكلة؟ هنعمل ايه بعد كده؟ قولوا لي. لا لا هنعمل ايه؟ نبدأ بقى نحل المسألة. نعمل فاكتر زي ده، الاكس سكوير نيجاتيف 24 دي عبارة عن ايه؟ اهي كلام من غير، يبقى الاكس باي اكس، ودي 5 باي 5، واحدة بالنيجاتيف وواحدة بالبوزيتيف، دي حفظتها لكم أنا. لما يقول لي الإكس باور 2 نيجاتيف 25، أو لو قال لي الإكس باور 2 نيجاتيف 9، بنعملها دي كده، نعملها إكس في الإكس، ودي 3 في 3، واحدة بالنيجاتيف واحدة بالبوزيتيف. 25 يبقى فهمناها، ديفايد كام؟ ده 2 إكس. أنا ممكن آخد ال 2 دوت اللي هو العامل المشترك بتاعي، نقول له إيه؟ أدي ال 2. هيتبقى تحت إيه؟ اكس بلس كام؟ اكس بلس 5، مش انا لما اخد هنا 2 هيتبقى الاكس، ويتبقى من هنا ايه؟ لا لو مش فاهمين قول، ده احنا كام ده بتاع اولى اعدادي، ها ايكوال، يلا ادي الاكس بلس 1 زي ما هي. طب اللي تحت ده نعمل فيه ايه؟ قال لي برضه نعمل له اهو فاكتورايزيشن، ادي اكس باي اكس، وال5 دي عباره عن ايه يا جماعه؟ قولوا معايا، ها ادي 5 وادي 1، واحدة بالنيجاتيف ودي بالبوزيتيف، يعني نيجاتيف 5 وبوزيتيف 1، يبقى بتطلع كده. خلصت المسألة، بس قال لك لازم نجيب الدومين، نجيب الإيه يا جماعة؟ الدومين، الدومين اللي هو الآر نيجاتيف، امشوا معايا خطوة خطوة. الإكس بلس 5 تبقى إيه الدومين بتاعها كام؟ ما هو أنا عم أجي أحللها بلس، بقول له اكس بلس 5 بتساوي 0، يبقى الاكس بتساوي نيجاتيف 5، يبقى نقول له نيجاتيف 5. بس انا بعمل، طب هنا اكس نيجاتيف 5 يبقى بكام؟ خلي بالنا دي بلس 5 ودي نيجاتيف، لا يبقى هنا بقى تبقى ب 5، ودي اكس بلس 1 يبقى الاكس كمان نيجاتيف ايه يا جماعه؟ نيجاتيف 1. ده الدومين. وبعدين يا مستر خلصت، الاكس نشطب مع دي راحت مع دي، وهنا اكس نيجاتيف 5 راحت مع الاكس نيجاتيف 5. انتوا معايا ولا لا؟ ودوت في هنا ايه؟ اكس بلس 1 اهي، واللي فوق اكس بلس 1. ايه يا مستر بقى ايه؟ فوق بقى 1 وتحت اتبقى 2. اوعوا تقولوا مش فاهمين. لا ما هو انا عشان المره دي، المره الجايه انتوا اللي هتحلوا، هديكم امتحان واجب وامتحان تاني نقعد نحله بالطريقه بتاعتنا. اللي مش فاهم يقول لي ايه؟
بقول مرة تانية، لما بيديني مسألة فيها ديفايد نشيل الديفايد ونعمل مكانها ايه باي، واللي بعد الديفايد نقلب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، ثم نعمل فاكتورايزيشن نحلل، وبعد ما نفكك الأقواس وكله ها نجيب الدومين الأول من اللي تحت، جبنا نشطب مع بعض تطلع خلصت. لا ردوا عليا ياسين، فاهمها ياسين؟ مروان، لارا، مستر انا بس في حاجه، يعني انا لغايه الدومين ايكوال ار ماينس ماشي ها اللي هو النيجاتيف 5 وال5 والنيجاتيف 1 دي تمام، بعد اه كده ال 1 اوفر 2 دي جت ازاي؟ حاضر يا حبيب قلبي ولا يهمك. بص معايا انا هغير لون القلم بس عشان نشوفك. بص بقى معايا، انا لما جيت هعمل هنا دي اكس ايه بلا ايه اكس بلس 5 صح، وتحت يبقى يروحوا مع بعض، فيها اكس بلس مشكلة؟ 5 فاكس بلس 5 تمام، طب دي اكس نيجاتيف ايه 5 اكس نيجاتيف 5 وفي هنا اكس نيجاتيف ايه، يروحوا مع بعض لان هنا في اكس باي، نيجاتيف 5 يروحوا مع ما دام بعض، في باي نقدر هتبقى 2 نشطب. طيب ودي تمام اكس بلس 1، ودي برضو هنا على فكره دي اكس بلس 1 اللي تحت دي تمام فالتو 2 تحت في اه، بس الدومينيتور عشان ف لحظه لا بس اوضحها لك اكتر دي عشان لو ما كانتش واضحه كده اهو، معلش بعد اذنك انا اكتبها لك تاني عشان كنا بعيد عن بعض. دي اصلا لما حللناها كانت اكس بلس ايه 1، طب الاكس بلس 1 هتروح مع الاكس بلس ايه 1، فهتبقى فوق، يتبقى فوق 2 تحت اتبقى ايه، ونحط 1 فوق 2 هيتبقى 1، 1 طب تحت مفيش غير الايه التو 2 ها، تمام. وصلت؟ صدقوني امتحان القاهره السنه اللي فاتت ما يعني بالظبط اللي يغلطك فيه، هتغلط في ايه؟ هتغلط وانت بتجمع وبتطرح وبتقسم بس. طب خد المساله اللي بعديها يلا. by using عارفين الجنرال فورمولا ولا مش عارفينها؟ القانون، اول ما يقول لي جنرال فورمولا يا جماعه لازم اطلع 3 حاجات، حد فاكر؟ نطلع الاي والبي والسي، فاكرين ولا لا؟ لا انتوا ساكتين أيوة مثلا ما بتدروش ما أيوة بيردوش فاكرين عليا، لازم اطلع الاي والبي والسي. طيب اسالكم سؤال، هي الاي دي عباره عن ايه لو سمحتوا؟ الاي الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 اللي قبل الاكس بكام؟ ادي 1. طب اللي قبل الاكس بايه؟ البي، لا اقول له نيجاتيف 2، وحد يكتب 2 باخده بالاشاره نيجاتيف 2. طب والسي؟ يبقى نيجاتيف 6. لو طلعت دول صح المساله الفورمولا بقى بتساوي الاكس بتساوي، قولوا لي القانون ها مين يمليني ايكوال ايه ها، نيجاتيف بي نيجاتيف بي بوزيتيف بوزيتيف او نيجاتيف، وادي الروت ها الروت ايه البي سكوير او نيجاتيف نيجاتيف 4 اي سي رو اوفر بي 2 اي. لو كتبنا القانون ده هنعمل ايه بعد كده؟ قول لي يا مروان هنعمل ايه بعد كده يا مروان ها مروان؟ لا انت مش معايا ولا ايه ياسين يا جماعه؟ لا ما انا مش معقول بكلم نفسي، اعمل ايه مروان يا لارا ها لارا اعمل ايه يا لارا؟ هنعوض، هناخد هنشيل الاكس كل بارتو بي ونحط بي يلا هنقول له ايه؟ قولوا لي كده يلا. يبقى الاكس ايكوال ايه البي بلس 1 بكام؟ خلي بالكوا البي بنيجاتيف 2 بس في نيجاتيف، نيجاتيف في نيجاتيف يبقى ب2 على طول، بلس ونيجاتيف، وافتح اللي هنا كده البي سكوير بكام؟ نيجاتيف 2 ب2 بكام؟ قولوا معايا ها ب4، نيجاتيف 4 الاي بكام؟ باي 1، والسي بكام؟ باي نيجاتيف 6 اوفر كام؟ ها 2 ايه الاي بكام؟ الاي ب1 خلاص. يلا ملوني كده هنعملها ايه بقى يلا، مساله على الاله الحاسب، مره ناخد الاكس بايه بوزيتيف ومره هنقول له الاكس بتساوي التو بلس الروت يلا 4، دي على فكره نيجاتيف 4 ونيجاتيف 6 بكام؟ الاول الفور اهي، ودي نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف 24، ما هي الاربعه في 6 ب 24 اهي يا جماعه اوفر 2، ده كل مره بالبوزيتيف، ونفس القانون الثاني ادي الاكس ايكوال ال2
نيجاتيف الاكس برضو نفس الكلام، الفور بلس 24 على التو، يعني مره بناخدها بالبوزيتيف ونطلع قيمه الاكس، والمره الثانيه ها لولا هتطلع بكام بعد كده؟ يبقى ايكوال 2، وادي الروت بكام؟ 8 وايه؟ 82 على التو. طبعا التو اكيد هتروح مع الايه؟ التو. وديت ها قولوا لي نفس الحكايه، التو بتروح مع التو، يتبقى هنا ايه؟ نيجاتيف الاكس 28. انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ ما حدش بيرد عليا. مع حضرتك يا طيب هتبقى بكام؟ لما استخدم الآلة، استخدم الآلة هتطلع الأولى ديت 1.6، والتانية ديت هتطلع كام؟ لا آسف، الأولى دي تطلع 3 بوينت، آسف 3.6، والتانية 1.6. بالروت طلعوها على الآلة، يبقى طلعت بالإكس دي، يبقى نقول له الاس سوليوشن بتساوي ايه، عباره عن ايه؟ ل 3.6 وال 1.6، وخلصت المساله. انتوا معايا ولا؟ اول ما يقول لي يا جماعه الفورمولا بنكتب القانون ونطلع الايه؟ ونطلع البي والسي، ونكتب ونعوض. لو طلعت غلط يبقى انت غلطت في الجمع والطرح، ماليش، دي مشكلتك انت بقى. بس نفتكر هنا بوزيتيف او نيجاتيف، يبقى نطلع قيمه بالبوزيتيف وقيمه بالنيجاتيف، وهو ده السوليوشن. اللي مش فاهم يقول لي انا مش فاهم. المساله دي زي اللي فاتت، بس ايه الفرق اللي خدناه؟ دي بلس، هناك كان في ايه؟ ديفايد. طبعا البلس هنعمل ايه؟ تعرفي تحلوها ولا احلها انا؟ طب لا يا متر. احلها انا برضو يعني؟ حاضر هحلهم انا، وعشان ايه؟ يبقى الامتحان كله ما فيش ايه ولا حاجه يا جماعه. ادي امشوا معايا، الاكس هنقول ادي 2 اوفر اكس بلس 3 بلس اهي، و3 اكس، وهنا الاكس باور 2 بلس 3 اكس. ايه اللي ممكن نختصره؟ دي ما فيهاش حاجه تختصر، ولا اللي فوق هنا، يبقى بنقول ادي 2 اوفر اكس بلس 3 بلس ل 3 اكس زي ما هي. تحت ممكن اخد الاكس ايه؟ كومن فاكتور اهي، ادي الاكس اهي، هيتبقى هنا ايه؟ اكس بلس 3. انتوا معايا ولا لا؟ ها خلاص خلصت. نطلع الاول الدومين قبل ما نكمل، نطلع الايه يا جماعه؟ الدومين. الدومين اللي هو ايه بقى؟ الدومين بيساوي الار نيجاتيف، مش دي اكس بلس 3 يبقى نيجاتيف 3. ايه ده يا مس؟ بس دي زيها اللي زيها، خلاص ما يطلعش غير ايه؟ حاجه واحده بس. بس في هنا اكس يبقى بزيرو كمان، خلي بالكم اوعوا تنسوا، في هنا اكس اطلع له الدومين. ليه احنا ما بنختصرش؟ نختصر في الاخر بعد ما اطلع الدومين، عشان في يبقى هنا نيجاتيف 3 وزيرو. نختصر نختصر يا مستر، قال لك الاكس تروح مع الاكس. ايه ده يا مستر؟ ده المساله بقت ايه دلوقتي؟ بصوا كده هكتبها هنا، ادي 2 على الاكس بلس 3 بلس 3 على اكس بلس 3. شرط ما بصوا يا جماعه، شرط لما يبقى في بلس او نيجاتيف، لازم اللي تحت يساوي اللي تحت، لو مش بيساوي بعض ما ينفعش. خلاص بنروح عاملين كده الشرطه، ونكتب الاكس بلس 3 اللي هي دي، كويس كده؟ وبعدين نجمع التو بلس 3، يعني بتساوي 5 على اكس بلس 3. خلصت المساله. اسالكم سؤال فيها صعوبه ولا ايه المشكله؟ تمام يا يا لارا انا، يا ما هو ده الامتحان، مفيش ولا مسألة قابلتنا فيها صعوبة لغاية دلوقتي. تعالوا بقى نشوف دي كده أهي. إيه ده؟ أهي دي بقى بتاعت الإيه؟ التعويض اللي هتعجب أهي. بقول لي هنا الإيه؟ إكس واي إيكوال 9، وبقول لي الواي إيكوال إكس، هو بيقول لي إن الواي بتساوي إكس، خلاص نشيل كل واي ونحط إكس.
يلا ادي الاكس ونشيل واي تبقى ايه؟ يبقى اكس باي اكس باي اكس ايكوال 9، يبقى الاكس سكوير بتساوي 9. خد الروت للاثنين، ها يبقى الاكس بتساوي 3، لا بلس او نيجاتيف 3. خلاص نعوض بيها في اي واحده هنا، مش الواي بتساوي اكس، خلاص يبقى الواي زيها، الواي بتساوي بوزيتيف او نيجاتيف 3. طب السوليوشن 6 هتبقى ايه؟ حد يقول لي ها السوليوشن 6 تبقى ايه لو سمحتوا؟ ها ولا حد بيرد علي ولا حاجه، اهي السوليوشن 6 هيبقى عباره عن 3 و3 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 3، ونقفل دول مع بعض ودول مع بعض ودي كده ودي كده. ما هي الاكس يا جماعه ب3 ونيجاتيف 3 اهي، ادي الاولى وادي الواي، الواي ام ال3 مع الواي، ال3 مع 3 ونيجاتيف 3 مع نيجاتيف 3. اخرت ايه؟ اخرت ثانيه؟ مين مش فاهمها؟ تعالوا على فكره المساله ديت بقى برضو نفسها، بس دي هنا نيجاتيف، لا انا بقول لكم ديت هتحلوها وتبعتوها لي. قولوا ليه؟ لان عايز احل لكم المساله دي بس دلوقتي بسرعه، لان بدل 5 اي وبي عشان الوقت، بس ممكن لو في وقت ارجع لها، بس تعرفوا تحلوا دي زي اللي فات. بس دي عملت ايه يا جماعه؟ ها دي ايه دي؟ دي كده هوم وورك، تحلوها وتبعتوها لي لو سمحت. تعال نحل دي بقى. بيقول لي لو عندي الاي والبي ار تو ايفنت فروم سامبل سبيس راندوم اكزامبل، بيقول لي الاي بتساوي والبي بتساوي والاي انترسكت بي ايكوال. ايه ده يا مستر؟ قال لي عايز الاي يونيون بي. قال لي في قانون لازم نكون حافظينه ومفيش غيره، ايه هو القانون لو سمحت؟ حد عارف القانون ولا ايه؟ ولا حفظه لكم؟ ها قولوا لي، حد فاكره؟ هو حضرتك شرحت الدرس؟ ايوه اتشرح ده، والله اتشرح. ادي البي، بصوا كده هو عايز البي اهي، ايه يونيون بي، افتكر كده معايا. قال لي ايكوال البي اي، حتى لو ما خدتوش هيحفظيها، بلس البي بي، ها نيجاتيف البي اي انترسكت بي. حد فاهم حاجه؟ ده قانون يتحفظ. هو هنا طالب ايه يا جماعه؟ طالب الاي يونيون بي، اقول له انا الاي يونيون بي تساوي البي اي احتمال ايه بلس بي بي نيجاتيف البي. تعال البي اي مديها لي بكام؟ قولوا معايا 3 اوفر 8، والبي بي بكام؟ ها اهي 1 اوفر 4، والتالتة دي عباره عن ايه يا جماعه؟ بلس 1 اوفر 8. تعرفوا تجمعوها على ال ولا ما تعرفوا؟ نخلي كل اللي تحت 8 8، يبقى هنا 3 وديت عشان تبقى 8 نوحد المقام، اكن ضربناها في 2 ودي في 2 بلس 2 بلس 1، يبقى 3 و2 5، يبقى 6 اوفر 8، يعني بتساوي 3 اوفر 4. خلصت المسألة. لا اسف، لا لا هنا ايه؟ لا دي نيجاتيف، دي اسف دي نيجاتيف، دي نيجاتيف، لا دي نيجاتيف، انتوا معايا؟ يبقى دي نيجاتيف ايه؟ 1 3 و2 5 نيجاتيف 1، يبقى دي اسف فوق، معلش امسح عشان ما تتلخبطوش. انتوا معايا ولا لا؟ معاك يا مستر. لحظه كده أيوه مثلا، انا كل اللي عملته ايه؟ القانون هو عايز الاي البي اي يونيون بي، بقول له بيساوي البي اي زائد البي بي زائد نيجاتيف الاي انترسكت بي، بس انت مع مش عارفها، ما ينفعش، هتحل ايه؟ شلت الاي وحطيت القيمه بتاعتها اهي 3 على 8، وشلنا البي وحطينا قيمتها وشلنا، بس قلنا دي هتبقى هنا ايه بقى؟ نيجاتيف نيجاتيف 1، 3 5 نقط 1 يبقى 4 على ال 8، يعني بتساوي هاف، وخلصت المساله. معايا ولا لسه؟ طيب شوفوا اخر مساله في الامتحان، اخر مساله في الامتحان. مين عارفها؟ بيقول لي لو نيجاتيف 2 2، نيجاتيف 2 2 يا جماعه اللي هي دي عباره عن الاكس ودي عباره عن الايه؟ الواي. از ذا سيت اوف زيروز،
لما يقول لي سيت اوف زيرو الفانكشن اف اكس ايكوال اكس باور 2 بلس ايه؟ انتوا معايا؟ في الحالة دي اشيل الاكس واحط القيمة بتاعتها اللي هنا دي. انتوا معايا؟ انا عندي هنا الاكس باور 2 بلس ايه؟ شيل القيمة بتاعت الاكس بكام؟ نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 2 الكل سكوير بلس ايه؟ بتساوي ايه يا جماعه هنا؟ دي بتساوي زيرو، ما دي فانكشن زيرو، يبقى دي عباره عن ايه؟ الفور بلس ايه بتساوي زيرو، يبقى الايه الايه انقل الفور الناحيه الثانيه بتساوي نيجاتيف فور، وخلصت المساله وخلص الامتحان. امال ايه بقى؟ ان مساله واحده انا دي انا احلها معاكم دلوقتي ولا تاخدوها واجب؟ قولوا لي تطمنوني. ها؟ اللي حضرتك عايزه امتى؟ لا، اللي انا عايزه تاخدها واجب، لان هي المساله ديت مشابهه للي عملناه هنا، بس دي كانت بوزيتيف ودي نيجاتيف، هي زي اللي فوق بس دي كانت باي بتاعت القانون، اللي هي دي كانت ديفايد عملناه. خلص امتحان، صدقوني الامتحان ما ياخدش ربع ساعه. الواجب ايه؟ بكتبه لكم، الواجب حل المحافظه الثانيه.